بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاك الله خير على همتك وعلى زبك على الدين الإسلامي وتنويرك الشباب. لكن سؤالك، أنت بدأت في الأول قلت والله الدين الإسلامي ده ما أدخل الصوفية، بس سؤال تاريخي. يمكن نحن ما نفهم في الدين كثير ولا في الفقه كثير، وعلم العقائد ده علم بتاع تسليم، ما فيه إعمال العقل أصلا لأنه علم بتاع غيبيات. دخول الدين الإسلامي، الدين البخاري ده وقت دخل في القرن 17 الميلادي، فمن الوقت ذاك لغاية عهد غريب أو ظهور السلفية أو ظهور الوهابية أو ظهور كل الفرق الجديدة دي، السودان ده ما كان بيعرف الكلام ده. هل جدودنا وآبائنا وكل سلفنا المضى ده نضم لكفار قريش ولا نضم لوين؟ هل أبانا وجدودنا وسلفنا المضوا ديل؟ لأنه معلوم أي مشرك كل تصرفاته هي ما بتقع باطلة، يا إما ننتسب ليهم إنه نقول والله سلف صالح أو طالح، أو نقول والله ده المشركين. والواحد يذكر يا أبوه يا هو نفسه فقط، لأنه غالبيتنا القاعدين ديل نادر جدا، يمكن يكون 20% ولا أقل يكون أبوه سلفي أغلبيتنا، وده معظم السودان. التشكيل الوجداني للسودان هو تشكيل صوفي. إما نعترف بهم ونقول والله ده جدودنا ضلوا عارفوا الحق وضلوا كالنصارى، أو أنكروه كاليهود، نلحقهم بالطائفتين ديل. أنا أقول والله ديل عرفوا جزء وما عرفوا جزء، لأنهم كانوا يدوا الشعائر، شعائر الدين الإسلامي كانوا بيدوها. في زول لقى أبوه ما بيشهد أخواننا، في زول لقى أبوه ما بصوم، في لقى زول أبوه ما بحج، في لقى زول أبوه ما بزكي، ما أنكروا ما يعلم من الدين بالضرورة. أما ما يعتقدون ده، أنت قلت اعتقادهم باطل وأنشروا الشرك. الشرك ده طبعا يا جماعة نقض للإسلام. هل الناس ذيل جو لقوا إسلام ونقضوا، ولا هون جو ورونا شعائر الإسلام؟ نرجو الإفادة على الكلام ده إن شاء الله. وعلى آله وصحبه والاه. إضافة للنقاط التي قيلت في مسألة دخول الإسلام إلى السودان، ده كتاب طبقات والضيف الله، واحتفلت به وجامعتكم دي ذاتها جامعة الخرطوم، باعتبار أنه ده كتاب يمثل التاريخ السوداني، وطبعته مطبعة دار جامعة الخرطوم للطباعة والنشر، وهذه الطبعة طبعة الدار السودانية للكتب، ودار رقم الإيداع موجود والفاتورة مختومة، فكلام موثق. هنا الصوفية ذاتهم بيعترفوا بنفسهم في هذا الكتاب إنهم هم ذاتهم خشوا الإسلام أو دخلوهم السودان في القرن العاشر الهجري، صفحة 7 إلى 8 في ترجمة تاج الدين البخاري البغدادي القادري، وهو أول صوفي أدخل التصوف إلى السودان. زي ما وراك أخونا أحمد عبد ربه، الإسلام في السودان كان إسلام صحيح لا يرتبط بجماعة من الجماعات ولا بحزب من الأحزاب ولا بفكرة من الأفكار المنحرفة والمحدثة والمبتدعة، وإنما كان هو ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. طيب نشوف الضيف الله ذاته قاشنه، والكتاب ده اتقدم به إبراهيم صديق أحمد القاضي الشرعي بالمعاش، ونال به درجة الدكتوراه، فكتاب موثق من جميع الأماكن التي يمكن أن توثق منها الكتب. في الصفحة 7 قال بعد ما يتكلم عن إنه ليه ألف الكتاب وألف كيف، قال أقول وبالله التوفيق، ولنبدأ بالتاريخ المذكور. اعلم أن الفونج ملكت أرض النوبة وتغلبت عليها أول القرن العاشر سنة 910 بعد 900، وخطت مدينة سنار خطاها الملك عمارة دونغوس، وخطت مدينة أربجي قبلها ب30 سنة خطها حجاز ابن معين،
ولم تشتهر في تلك البلاد مدرسة علم ولا قرآن. عرفتها؟ ما نحن القاعدين نطلع الناس قاعدين ساكت، ولا هم يهود ولا هم نصارى، طلعوهم الصوفية. عرفتها؟ هم طلعوهم، احنا ما طلعنا زول. قال لك الناس كلهم ما كان في مدرسة علم في السودان، كل السودانيين كانوا ماشيين ساكت، لا علم لا أي حاجة. ده ضيف الله ديل الصوفية قالوا ده تاريخكم انتو، تاريخكم انتو، لا عندكم علم لا في قرآن أو أي حاجة. قال قال يقال إن الرجل، يقال ساكت، شوف الكلام ده كيف، لا عنده إسناد ولا زمام ولا خطام. قال يقال إن الرجل يطلق المرأة ويتزوجها غيره في نهاره من غير عدة. قالوا من مما قيل، مما قالوا الزول ده، إنه قبل الصوفية يخشوا السودان الزول كان بعد يطلق المرأة بيجي الرجل الآخر فيتزوجها في نفس شنو؟ في نفس اليوم قبل ما تتم العدة. وفي نفس الكتاب، نفس الكتاب العاملين فوق بتاع الدين في ترجمة ود الهميم قالوا اتزوج بنتين، زاد على الحد الشرعي من النكاح أربعة، وتزوج أختين، فجاءه دشين قاضي العدالة في أربجي فقال له أما يكفيك أنك زدت على المقدار الشرعي حتى تجمع بين الأختين؟ قال وقد جمع بين بنتي أبي ندود الاثنين. قال فقال له القاضي لماذا فعلت ذلك؟ عملت كده ليه؟ ود الهميم قال أزل لي الرسول في الحضرة. تعرفين الحضرة دي شنو؟ عبارة عن وهم وخيالات تعط صوفية، يقول لك نحن بنذكر الله كثير لغاية ما الرسول ذاته بيجي يحضر الذكر بتاعنا. انت ما شفت الختمية بيفرش لهم دلقان أخضر ويجيبوا لهم كوز بتاع موية؟ قالوا الرسول بيجي. ترى الرسول ما تجيب له حاجة من أمواج، ليه تجيب له كوز موية؟ تلقاه مقدقد كله عشان الحرامية ما يسرقوا. شغل عجيب ذاته، كذب. قال الرسول أذن لي في الحضرة. فقال له من يشهد لك؟ قال يشهد لي إدريس ود الأرباب الفركة، ده تضرب به وداك كلهم ما نافعين. قال له فركة أنت بتشهد له؟ قال له أي. بعد ذاك قال له برضو أنا بفسخ النكاح بتاعك، لأنه نكاح باطل يخالف الآية من سورة النساء. ربنا قال في المحرمات من النساء وأن تجمعوا بين الأختين إلا جنو إلا ما قد سلف، فده الخالف نص القرآن. هنا داري يجي يكذب على السودانيين ويزور التاريخ بتاعهم، ويقال ما في ولا إسناد ولا قال له منو ذاته ما جابوا لك، وكفى بذلك كذبا. قال حتى قدم الشيخ محمود راجل القصير العركي من مصر، وإذا ثبت الكلام ده معناه نص الشعب السوداني أولاد حرام بنص كلام الصوفية، نص الشعب السوداني ما ده بيتزوج وقبل العدة داك بيخش طوالي، وده بطلق وده بخش طوالي، ده كلام الصوفية، ده كلامنا نحن، هم اللي قالوا كده نحن ما قلنا. فهمت؟ ودوه دكتورة هنا من الجامعة دي ذاتها، واحتفلوا به في غاعات الشارقة دي. يا سلام، طبقات وضيف الله فيه كلام سمح، أنا بديك منه اثنين وعندي موضوع ثاني. قال وسكن البحر الأبيض وبنى له قصرا يعرف الآن بقصر محمود. قال وفي أوائل النصف الثاني من القرن العاشر ولي الملك عمارة أبو سكيكين الشيخ، ولا الملك عمارة أبو سكيكين الشيخ عجيب المنجلوك. ففي أول ملكه قدم الشيخ إبراهيم البولاد من مصر إلى دار الشايقية، ودرس فيها خليلا والرسالة، وانتشر علم الفقه في الجزيرة. ثم بعد يسير قدم الشيخ تاج الدين البهاري من بغداد وأدخل طريق الصوفية في دار الفونج. يبقى طريق الصوفية دخلوا منه، دخلوا تاج الدين البهاري بعد سنة 910 من الهجرة النبوية. ثم قدم التلمسان المغربي على الشيخ محمد عيسى سوار الذهب، وسلكه طريق القوم وعلمه علم الكلام وعلوم القرآن من تجويد وروايات ونحوه، وانتشر علم التوحيد والتجويد في الجزيرة إلى آخر الكلام. فده كل أخواننا باعتراف الصوفية، إن الصوفية ما دخلت الإسلام في السودان، وإنما أدخلت الشرك والضلالات والكذب الموجودة دي. فهمت؟ والغلو، كلام غريب ذاته. في كتاب طبقات وضيف الله ده الولي بيتكلم مع الطير، قال الولي قاعد والمشاط بمشط راسه، بعد شوية جاء الطيرة بكوة البيت فسكسكت للشيخ، فسكسك الشيخ لها.
المشاط قال له سألتك بالله الذي لا إله إلا هو، الطيرة إن قالت لك وإنت إن قلت لها. الكتاب ده مكتوب بالداري، وأنا الآن في جامعة الخرطوم، فهمت؟ وجزاهم الله خير ناس الشرطة حرس. لو أنا كذاب أتحدى واحد يمشي يفتح فوقي بلاغ في الشرطة ديل، مين محل ما أمره؟ ده حقهم يا زول، ده حقهم. قال الزول اللي بيمشط للشيخ قال له بتسكسك للطير مالك؟ الطيرة دي إن قالت لك، يعني أنت قلت لها شنو؟ وهي قالت لك شنو؟ قال امرأة مع زوجها وفقت بينهم. والدبرة كان داري يطلق عشوشة لكن أنا خشيت له ماسطة في النص. يا ناس ده دين، ده دين الدخلة الصوفية. وده غير إنه يقول لك الولي قال درجات الأولياء ثلاثة، صغرى ووسطى وكبرى. فالصغرى أن يطيروا في الهواء وأن يمشوا على ظهر الماء. قال والوسطى وهي أن يقول للشيء كن فيكون، أن يقول للشيء شنو؟ كن فيكون. قال وهذه درجة ولدي دفع الله، يعني هو درجته أكبر من كده. وهي الدرجة الثالثة وهي درجة القطبانية، القطب، وهو الواسطة بين الله وبين خلقه، وكفى بذلك كفرا وشركا بالله. البرعي بيقول ألا يا رجال الغيب أنتم حصوننا، ده دخل الصوفية. فما زال مسبولا على الناس ستركم، أيلحقني ضيم وأنتم حمايتي، وألهث عطشانا وقد فاض بحركم، فحاشا وحاشا أن تضيع عيالكم وأنتم عيال الله والأمر أمركم. وربنا سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم قل إن الأمر كله لله، الأمر كله لله، لا لبرعي لا لكباشي لا لصائم ديمة لا لأحد، لا لنبي لا لرسول ولا لأحد من الخلق، وإنما الأمر كله لله. ربنا قال ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قال إذا شئتم شاء الإله، يعني شوف جاب لك جملة شرطية، وجاب مشيئة الأولياء فعل الشرط، وجاب جواب الشرط فعل الله، يعني فعل الله ومشيئة الله تابع عليه مشيئة أو الشيوخ والفقراء بتاعنا البرعي. وده أخواننا ضلال وشرك ما سمعنا به، ضلال وشرك عجيب. الليلة ناس الخنجر والصوفية وغيرهم والأوليامات دي قالوا عملوا لهم حزب جديد، الصوفية، الحزب الصوفي الديمقراطي. يا ناس انتم ما قلتوا الشيخ ده أستاذك يا فقير، البرعي قال كده، كون عنده ذليل حقير له أتبعك الصغير، كن له قريب جار أو عاك من الكجار، ومعاملة التجار في كربك أنده، بتغيثك عند جنده، لا تضحك عنده، ما تضحك عند الشيخ، تكون مؤدب. حتى في بعض الكتب تعطى الطرق قال لك كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي المغسل. شيخ قال لك يمين يمين شمال شمال، نط نط، أقعد أقعد. تسموه صوفي وديمقراطي ما بتجي، ما بتلمن، لأنه فهم الديمقراطية ده زي ما بقولوا إنه زول يقول الدائرة وإنت زول حوار، وداك شيخ تكون ديمقراطية كيف كده؟ ورونا ها. فده كله أخواننا من اللعب والاستخفاف بعقول الأمة، كله من الضلال والباطل. عشان كده نحن بنقول الصوفية دين ما دخلوا الإسلام في السودان، ولو كانوا هم دخلوا الإسلام في السودان ده برضو ما بيشفع لهم إنهم ينشروا الشرك، عرفتها؟ أما أهلنا وأجدادنا الماتوا زمان ما كلهم كانوا صوفية، والكانوا صوفية إما أن يكونوا جهال ما تبين لهم الحق، وما في زول بين لهم الحق، فدين إن شاء الله معذورين عند الله سبحانه وتعالى، ونحن في الدنيا بنعذرهم بجهلهم، فهمت؟ ديل بنعذرهم بجهلهم. أما الرؤوس ديل إذا كان أجدادنا ناس البرعي ديل ما معذورين، أما إذا كان ناس مساكين وعوام ساي، ناس غشوم بالفتم توم حمتني النوم والفتم شطة حمتني النطة، ديل ناس مساكين وديل معذورين بجهلهم. أما الضلال الكبار ديل برعي وكباشي وحسن وتحسونة ومحمد عثمان المرغني الختم وغيرهم من الطواغيت تعين الطرق ديل، فديل ما معذورين بجهلهم، ما عندهم أي عذر، فهمت؟ وده كلام يطول في هذا الباب. طيب نفتح فرصة للمداخلات، وأنا عندي موضوع جاي له، جاي له يا الجماعة ولادات التراب اليتامى ديل، فهمت؟ الليلة جايينهم فرصة مفتوحة للمداخلات.